إذن هناك إفراز من القاعة أيضا، لعل طريحة الشعراء تفتقت لتنتج إبداعا لحظيا، وكم هو جميل أن تتفتق طرائح الشعراء في هذه المقامات. ننادي السيد عبد الله أحادي، الدكتور عبد الله أحادي، ليمتعنا بما جاد به أو ما جادت به قريحته. أسعد الله مساءكم، مساء المحبة، مساء الود، مساء النضال، مساء المرأة. سعيد بكم وسعيد بتواجدي معكم واحدا واحدا. السيدة الرئيسة المحترمة، واحدة واحدة واحدا واحدا. والبداية مع السيدة الرئيسة، المرأة المتصلدة الجميلة العذبة الضروبة. إذا تكلمت أبدعت، وإذا سرت أسرعت، وإذا ضربت في محل الضرب أوجعت. إنها المبدعة المناضلة الأستاذة المحترمة لنا خديجة الزومي. الشكر موصول إلى من في القاعة واحدة واحدة أيضا، كل واحدة وكل واحد باسمه وصفته ولقبه. المناسبة كما يقال شرط، والشرط هنا هو شرط للتواصل والمحبة، وكذلك شجب كل أشكال العنف والتسلط ضد هذه المرأة القمر، الإنسانة الطموحة التي لولا هي ما كنت أنا هنا، وما كان الكل في هذا المكان المكان وبين المكان المكان، ونبحث عن هذا المكان في هذه المرة. في الحقيقة هذا النص الذي سأقرأه أو سأتلو على مسامعكم هو لشاعر مغربي قدير، وهو الشاعر محمد علي الرباوي. في الحقيقة القصيدة أمامي وأراها رأي العين، وأقسم لكم غير حانت، قصيدة رائعة وعنوانها المناضلة دل خديجة الزمي. عنوان القصيدة: كتابة فوق خريطة الصحة. حينما تبلعني الوحدة يوما يا رفيق، حينما تبلعني الوحدة يوما يا رفيق، أشرب الأحلام أمتص شدى الذكريات، أو شدى الذكرى الرفيقة، الذكرى الرقيقة، فأحس الوحي يخطو فوق أنفاس عتيقة، ناسجا في وتري فستان أنغام طريقة. هذا بعض من شعر، وإلا فإن الشعر هو هذه القاعدة. أجدد شكري لكم وتقديري واحدة واحدة، وأجدد كذلك الشكر لحضور مدير مقاربة الأستاذ دكتور جمال قطير والأستاذ سعيد ساسيوي، وهذا الحضور الكريم. شكرا على كرم الاستماع والمتابعة. إذن شكرا دكتورنا الموزل، والآن نعود وإياكم إلى الشعر
بطعم آخر بنكهة أخرى، ولعلها نكهة اللغة الشعبية ولغة الملحوم، لا أقول شعبية، لغة الملحوم ولغة الزجل. نستقبل وإياكم الزجال عبد الواحد الهاروشي إلى جانب الزجالة نبيدة البيادي. حبيب 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 مساء النور، مساء الشعب، مرحبا بكم في هذه الأمسية الثانية لمناهضة العنف ضد المرأة، ومرحبا بنا أيضا معكم. سكتي سكتي لا تزيدي حتى كلمة، حالي هذا وأنا مولاه، حبسي المرأة حدك تما، راه اللي بيناتنا فرقناه، والطعام حرار وما بقى ما وبقى ما يتقال، كبه وتخلطت بخبال، الورد لقاني في الحوض دبال، انا مشيت على الفراق عوال، انا مشيت على الفراق عوال. واش هيدا يكونوا رجال؟ حررتي الطعام وبالفراق تهدد، وانا اللي زيرت الحبل وبكفي حكمت في شحال، قلت الصبر عشيري، قلت الصبر عشيري وقلبي معاك عشمتو، كل نهار تكحال همي خبعتو، نداريه ونخاف يبان حتى نعتوني بالهبال. ايه راجل وسيد الرجال، وبحالي في هاد الزمان قلال، بركة من هاد الهبال، بختيني يخ من هاد الموال، حبيتك وتضيحيتي كبيرة، صبرت عليك خديتيني صغيرة، ايه كنت في دار باباك الأميرة، الله ينعلبو هاسيرة، اللي سمعك يقول غيك خيانيت، شحال من عيب لي تخبيت، مع هلك خليتي فيا غير اللي نسيت، انا منك مليت، انا منك مليت. سمعتوا يا ناس؟ واش سمعتوا يا ناس؟ انا اللي مليت، مليت الكذوب وقليب العينين، نقول ان الغلطه يمكن مخي عيان، ما عرفت نوخر ولا نقدر، شديت الارض بالي حيران، علاش القباحه؟ علاش علاش القباحه يا قليل المسؤوليه يا معدوم الشان؟ فيا المرأة وفيا الراجل، فيا المرأة وفيا الراجل، وما خطاني منك قبيح اللسان، ليام تدوز والعوام عمري شفتو غرقان، بديت نهضر مع خيالي، وين مالي على حالي؟ كيفاش ليام تفق ونبرا من هاد الكية، فوقها الشمس يتشرق، هادشي كتبو الله عليا، عمري مني تسرق وحياتي ماشي هي، يا نافعين نبرقق قولو درتها بيديا، كنت نتمنى شمسي تطلع وما يبقى بيننا خوف، يا هادي خليها الدور ونصدق الكذبة ونرجع، يا هادي خليها الظروف، خليها الظروف. إياه المكتاب مكتاب، وعلى الظلم أنا شديت الباب، للظروف تحللك فعالك، ولا الندامة تنقيلك مكانك، أنا صبرت وندمان على صبري، يا ريت كنت هضرت وما خفت من قلة حيلتي وقهري، غير مشي غير مشي حتى انا مشيت، غير مشي وخليني، ما بقالك هنا مكان ولا بقالك خاطر تشري، انا قلة القيمة بيعة وبغيت نلحق يوم هاني في عمري. الحاصول خصنا نوقفوا العنف بالضرورة. حسين شفتوا المرأة فين ولات؟ حسين عرفتوا علاش؟ وسولتوا راسكم عرفتوا علاش؟ حيت قلوا بيناتنا الرجال وكثروا الذكور. كلامك صادق وبلا احترام، ما تكمل عشره ولا تزيان صوره، الرجله عهد والمراه تربطها بكلمه بلا كثره السطوره. شكرا. انا لست زجاله، انا شاعره، هذه اول محاوله مع الاستاذ عبد الواحد الهاروشي، كانت تجربه ممتعه، ونتمنى نكون وصلنا الفكره لكم كاملين. تحيه جميله، شكرا. جلس سيدة خديجة، ربما التاكس ديالك نفع، التاكس ديالك كان مقدمة لهذه الإبداعات، ولنطمئن السيدة خديجة، لنطمئن كل الحاضرين والحاضرات معنا هنايا لحمل هذه
أناس يشتغلون كل من موقعه بمقاربات شتى. هذا الموضوع لا يحتاج الديماغوجيا ولا يحتاج الإيديولوجيا بقدر ما يحتاج الاشتغال الحقيقي لكي نؤسس لمجتمع يؤمن ب أنا نصفك وأنت نصف الآخر. إذن لغة التكامل ولغة التعاضد ولغة البناء المشترك. إذن الآن سننتقل مع البرعومات الصغيرات الذين أو اللواتي أمتعننا برقصة جميلة مع تحية العلم الوطني أو النشيد الوطني. تعود الكرة هذه المرة معهن ومع مؤطرتهن من خلال لوحة تعبيرية بعنوان يلا نتصالح. نتمنى مصالحة من أجل ليس جبر الضرر ولكن من أجل بناء علاقة هي للتصالح دائما. إذن تلميذات المعهد الحر برئاسة الأستاذة حنان أكدي ويلا نتصالح.
استراحة هادئة، استراحة تفتح شهيتنا لنستطلع كيف سنقضي هذه الاستراحة في هذا الزمن المملوء بأطباق فنية تلامس موضوعة المرأة من خلال الإبداع. هناك مقاربة حضرت هنا بيننا من طرف المنظمين فأعلنوها مفاجأة الحفل باعتباري منشطا لم يفشلي سر هذه المفاجأة ولم أحضر كيف سأقدم هذه المفاجأة ولكن أفشي لي بعض السر وآثرني كثيرا أن تفكر الهيئات المنظمة من أجل أن تخلق هذا النوع من الاستحقاق في مثل هذه المناسبات فهذا يؤشر على أن حاملات هذا المشروع وحاملوه لهم فلسفة لهم عمق لهم إرادة للفعل الحقيقي في الميدان من خلال مد يد دافئة تحضن الإبداع والمبدعين لن أقول أكثر من هذا لأدعى المكان للدكتور جمال بوطيب كي يفشي سر هذا السر تفضلوا دكتورا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السيدة رئيسة منظمة معهد استقلالية نائبة رئيس مجلس النواب الأستاذة الفاضلة خديجة الزومي السادة النواب المحترمون السادة المستشارون المحترمون الأخوات الحاضرات الإخوة الحاضرون كل باسمه وصفته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يعرف العنف بأنه سلوك إيذائي قوامه إنكار الآخر كقيمة مماثلة إما بخفضه إلى تابع أو بإقصائه أو تهميشه الآخر هنا في هذا اليوم تخليدا لليوم العالمي للعنف ضد النساء الآخر هو الأخرى هو الأنثى هو المرأة التي تأبى أن يمارس عليها أي كان أو أي جهة العنف بمختلف أشكاله النفسية واللفظية والاجتماعية والرمزية إلى آخره. باقتراحي من السيدة رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية وبمبادرة وطنية غير مسبوقة وبتفكير يفكر في العنف المضاد فكلما مارس علينا الآخر عنفا لابد أن يكون عنفنا مضادا من أجل إيقاف هذا العنيف عند حده اختارت منظمة المرأة الاستقلالية أن تمارس عنفا هادئا عنفا علميا وعنفا إبداعيا وعنفا دقيقا من خلال الجائزة الوطنية للكتابات المناهضة للعنف هذه الجائزة لها شروط عامة ولها شروط خاصة هي في ثلاثة أصناف جائزة أحسن نص قصصي جائزة أحسن نص شعري وجائزة أحسن ورقة بحثية يشترط في الترشح للجائزة شروطا عامة منها أن يكون المتن المقدم باللغة العربية الفصحى ثانيا أن يحافظ على القيم الدينية والوطنية ثالثا أن يتعرض لمضمون أو شكل من أشكال العنف المعروفة النفسي والرمزي واللفظي إلى آخره
رابعا أن يكون هذا العمل غير منشور في أي وسيلة نشر، سواء كانت إلكترونية أو ورقية أو جهة إعلامية معينة. بالنسبة للنصوص القصصية، يشترط في النص أن لا تقل كلماته عن 1000 كلمة. وبالنسبة للنصوص الشعرية، يشترط في النصوص الشعرية أن لا تقل عن 20 بيتا إذا كانت قصيدة كلاسيكية، أو عن 50 سطرا إذا كانت قصيدة تفعيلية، أو عن 800 كلمة إذا كانت قصيدة قصيدة نثر. بالنسبة إلى الورقة البحثية، يشترط أن تكون الورقة البحثية خاضعة للقواعد العلمية على مستوى التوثيق وعلى مستوى جدة المصادر وعلى مستوى التعرض للموضوع، كما يشترط فيها أن تكون تربو على 5000 كلمة، أي حوالي 20 صفحة من حجم أكبر. الجوائز: الجائزة الأولى 60,000 درهم مقسمة إلى أصناف ثلاثة، بمعنى أن كل واحد من الفائزين ثلاثة الجوائز يحصل على 20,000 درهم. الجائزة الثانية 30,000 درهم مقسمة إلى أصناف ثلاثة، أي كل فائز ثاني سيحصل على 10,000 درهم. الجائزة الثالثة 15,000 درهم مقسمة على الأصناف الثلاثة، أي كل فائز سيحصل على 5,000 درهم. مجموع الجوائز 105,000 درهم، وهو ما لا يحدث عادة في الجوائز الوطنية، وهو مبلغ مهم. طبعا من سيشرف على هذه الجائزة؟ هيكلة الجائزة. الجائزة لها أمانة عامة، ولها سكرتارية خاصة، ولها لجنة تحكيم. هيكلة الجائزة على مستوى الأمانة العامة، تعهد الأمانة العامة للسيدة رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية. بالنسبة لسكرتارية الجائزة، يعهد هذا الأمر إلى من تعينه السيدة رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، ويساهم في أن يكون وسيطا بين لجنة المداولات وبين لجنة التحكيم. بالنسبة إلى لجنة التحكيم، تتكون من مجموعة من الأكاديميين، 3 من الأكاديميين في تخصصات مختلفة، وترفع النتائج إلى الأمانة العامة لكي تعلن عنها. آخر أجل الترشيح هو يوم 20 فبراير، وتعلن النتائج في حفل خاص يوم 8 مارس 2024. الجائزة مفتوحة للرجال وللنساء، مرحبا بمشاركات الجميع، وستنشر في الصحافة الوطنية، وينشر البريد الإلكتروني الذي يتم تلقي المساهمات فيه، وحظ موفق للجميع. شكرا لكم. السؤال السين مشكينا. إذا المسابقة مفتوحة، الحمد لله أنا وقيل جبرت بلاستي باش نترجم هذا المسابقة. لا ولكن جنس المسرح ما غنرجعو حتى الصيف إن شاء الله وباللغة العربية. إذا دعوة لكل المبدعات والمبدعين للذهاب قدما نحو ارتياد مسارات الوصول إلى هذه الجائزة القيمة أو هذه الجوائز القيمة. شكرا لكم على التنظيم وعلى الالتفات لهذا المنحة من تشجيع الإبداع في مجال مقاربة موضوع العنف بشتى أشكاله. الآن ننتقل وإياكم، وقد لا يستقيم الحفل ونحن بطبيعة الحال نغبط وننشرح، والمقام يتطلب ذلك، لكن عندما نرجع إلى ذواتنا ونستحضر في الجهة الأخرى معاناة شعب تدمر هويته وتدمر بنياته النفسية قبل بنياته المادية، لا بد وأن نفتح قوة من داخل هذا الحفل لنطل لا بإحساس الشفقة، ولكن بإحساس التضامن العميق، ولعله أضعف الإيمان. إذن سنعيش وإياكم لحظة
مع صرخة. صرخة هي في مدى المكان، لكننا سنكون سفراء نحملها معنا لنبتها في الفضاءات علها تخترق جدران الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية المناهضة للعنف، وأي عنف أكثر من ذاك العنف الذي يستفزنا ونحن الذين نكتفي فقط بأن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن صرخة طفلة فلسطينية، ولن أقول فرجة ممتعة، ولكن أقول لكم إحساس متعاطف. إذن مع صرخة طفلة فلسطينية من أداء الشاعرة الشابة فرح أتركوت.